فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كانت الحكمة من قولنا غفرانك بعد خروجنا من الخلاء هي مجرد السكوت عن ذكر الله في الخلاء، يقول: فهل يشرع لمن تمر به الساعات ولا يذكر الله سبحانه أن يستغفر؟ يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا لأنه دائما يذكر الله، دائما يذكر الله عز وجل، لا يفتر عن ذكر الله، فهو يعتبر دخوله في الخلاء وإمساكه عن الذكر يعتبر هذا ذنبا ونقصا في حقه صلى الله عليه وسلم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.